يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، كيف نرد على الجبرية والقدرية بهذه الآية في باب القدر؟ واضح ان ما هنا شيء في هذا الكون الا بقدر الله سبحانه وتعالى. الله قدر انك تعمل الخير او تعمل الشر، فالعمل عملك، القدر من الله سبحانه وتعالى. نعم.